Sério, mas isso é bom, gente. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ميتم الترفوس مشرف عام فريق اتحاد طنجة لكرة الطائرة. فرحانين بزاف فوز اتحاد طنجة، ثلاث نقاط مهمة لكاتبة إطار كاموندي، حيت بعد أربعة ولا ثلاثة الخسارات فريق كان غادي في الهاوية. راه كنا كنشوفوا راسنا بحال اللي بدينا كنلعبوا على غير باش نبقاو. مدينة طنجة ماشي مدينة باش يكون عندها فرقة اللي كتلعب على الطيوح، خصنا نكونوا كنلعبوا الأدوار طلائعية على بطولة، على شي تشامبيونز ليغ، على شي كأس العرب، ماشي جالسين راه يدا كنخافوا عندك نطيحوا كل عام فحال آخر. راه ماشي هذه هي طنجة اللي خصنا حنايا، هذه هي الأولى. ثاني حاجة على المسؤولين إعادة النظر في التنالة التذكيرة. راه صراحة جمهور طنجة ما عادش يتسنى التذكيرة، حنا 45000 كنعمروها وما كان ماشي كثر، بغيت 8000 واش ولا يمكن تقزيم؟ لا يمكن تقزيم جمهور اتحاد طنجة، من حقها الكل يتقاطع، من حق الناس ما يطلعوش إذا بغاو. كنتمناو بعد انتصار اليوم الفريق يزيد من قدام وقادم الدورة تكونوا انتصارات. وكنشكركم. الفريق محتاج للجمهور؟ ضروري، أي فرقة محتاجة للجمهور، راه بدعم الجمهور. اليوم واش الجمهور كان عنده دور في هذا النجاح؟ ضروري الجمهور يكون عنده دور في هذا النجاح. نهار الثلاثاء حنا ملي طلعنا لكازا نهار الثلاثاء كان الجمهور 45000 متفرج، الضغط اللي كان عامل الجمهور الدرجة، إذا كان اليوم في طنجة كان جمهور طنجة يكون عامل الضغط راه يكون كثار من هيدا. راه كتشوفوا الناس كانوا عندهم الحمراء في الميديون الأولي والفريق باقي بحال اللي ملعب برا، ماشي تلعب في الدار ديالو، بحال اللي زعما حنايا مديبلاسيين والسلام، ماشي لاعبين في وسط طنجة. 8000 واحد طلعين كازا نهار الثلاثاء، أش دخلوا اليوم في طنجة؟ ما يمكنش. الله يرحمه ويديك الله. السلام عليكم قبل كل شيء. من ناحية المقابلة كانت المقابلة يعني كانوا فيها ثلاثة نقاط أكثر من أي حاجة، وهاد ثلاثة نقاط ينفس الفارق مزيان. أما من ناحية القرار اللي اتخذوا المسؤولين على حساب هاد 8000 متفرج ولا 8000 ذاكرة اللي عطاو اتحاد طنجة، هذا قرار غير هذا باتفاق جميع الجمهور ديال اتحاد طنجة، لأن القرار ماشي في بلاصتو، لأن اتحاد طنجة كفريق يعني عنده الجمهور ما يقارب اكثر من 50000 متفرج. حق باش تجي وتعطي بهذا تاخذ القرار هذا. بما ان الملعب فيه الاصلاحات، شنو الحلول اللي كتختار؟ ولكن الاصلاحات ماشي في كل الملعب، كان يقدروا يعطيو على الاقل 15. انا شفت هذه، ولكن ملي دخلت للملعب ما شفتش ذاك الشيء هذاك، ما شفت. زائد واخا خرج على الموضوع هذا الجواب هذا، حنا مؤخرا كنشوفوا بان فريق اتحاد طنجة على الضغط من ناحيه ديال الحكام، وهذا الشيء هذا المسؤولين ديالنا خصهم يوقفوا وقفه يعني صارمه في وجه هاد المسؤولين هادو، لان الهدف مع الرجاء البيضاوي كان يعني فويرد خويغو، زائد الهدف اليوم ديال التعادل ديال السوالم كان فويرد خويغو، وهذا الشيء هذا راه باين يعني. واش فهمت؟ يعني ماشي، انا ما نقولش ان، ولكن كنطلب من المسؤولين ديالنا يعني تما يوقفوا وقفه رجل واحد، فهمت. اما من ناحيه الفريق الحمد لله الفريق عنده مستقبل ان شاء الله، هذا العام على اللعب وباش ما ننزلوش، والفريق ان شاء الله العام اللي ماجي ان شاء الله يقول الكلمه ديالو. لان علاش؟ لان دابا المسؤولين اللي واقفين مع الفرقه مسؤولين رجال، وكيخدموا وكيفتشوا وكيعملوا جميع القرارات، وكيتخذوا جميع القرارات من ناحيه مصلحة الفارق، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله، وهذا الفارق نتمنى كل خير إن شاء الله. السلام عليكم، إحنا فرحانين بزاف على الاتحاد صراحة، وفرحتنا بزاف وشكرا. كانت مقابلة رائعة وديما اتحاد. اشترك الآن في قناة أشواق. السلام عليكم قبل كل شيء. من ناحية المقابلة كانت المقابلة يعني كانوا فيها ثلاثة نقاط أكثر من أي حاجة، وهاد ثلاثة نقاط ينفس الفارق مزيان. أما من ناحية القرار اللي اتخذوا المسؤولين على حساب هاد